بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتتبعين، مرحبا بكم في قناتكم قناة نور الدين عزام التعليمية. في هذه السلسلة الجديدة إن شاء الله سنتعرف على كيفية وضع درس على منصة مودل. في هذا الفيديو سنتحدث على كيفية تصميم درس عبر الخط ومختلف المراحل التي يمر بها. Premièrement, conception d'un cours en ligne. يعني تصميم تاع درس على الخط. Généralement, un cours en ligne est composé de trois systèmes. Le système d'entrée. Système d'entrée هذا نحطوا فيه les objectifs, les prérequis ou la connaissance préalable, يعني المتطلبات القبلية اللي لازم يعرفهم المتعلم باش يقدر يقرا هذا لو كور، يعني الاشياء يعني اللي تتطلب. جينيرالمون كاين بعض لي كور اللي ما فيهمش دي بريروكي، يعني اي واحد يقدر يقراهم. وعندنا جينيرالمون لو تيست ولا لي تيست دي بريروكي، يعني نختبر هذا المتعلم في هات لي تيست. مثلا كور يحتاج دي نوسيون في المات، يعني جينيرالمون لي بريروكي يكونوا قلال ويكونوا يعني محددين مليح، ماشي قال نوسيون في المات المات بحر. دونك قال اكزاكتومون، قال في لابارتي الفلانيه ان لازم يكون الطالب ولا المتعلم لازم يكون يميتريزي هذا. بعدها لو سيستم دونتري كاين تاني دي تيست دي بريروكي نجربو تيستيه، كاين دي رابيل، فيها اشياء اخرى يعني راح نشوفوها بالتفصيل في الدرس. بعد من لو سيستم دونتري عندنا لو سيستم دابرونتيساج. لو سيستم دابرونتيساج جينيرالمون نحط فيه المحتوى، يعني لي شابيتر، لانترودكسيون جينيرال، لي لا كونكليزيون، لي زاكتيفيتي لوكال. دونك لهنا هادو يكونوا في لي سيستيم دابرونتيساج. بعدها كي يتمكن لابرونو من لو سيستيم دوزيام نفوتو لتروازيام سيستيم. لو تروازيام سيستيم سي لو سيستيم دو سورتي، يعني باش يعني يتخرج من هذا يعني الدرس. جينيرالمون فيه ليفالياسيون، كاينه ليفالياسيون اللي هضرنا عليها في لابارتي هذه. هنا ليفالياسيون تكون لوكال، يعني بور شاك شابيتر. بارابور لا تروازيام سيستيم ليفالياسيون تكون جلوبال، يعني لي تيست جلوبال على الكور كومبلي. هنايا في السيستم سورتي اذا كان ما تمكنش منها يعني ما خرجش لو موديل يعاود يرجع يزيد يقرا، ولا فينالمون يروح لورينتاسيون يتوه الى يعني مكان اخر. على الموديل لازم نديرو لورغانيزاسيون دان كور. اول عندنا هاد لافيش لورغانيزاسيون. لورغانيزاسيون لازم نقسم لي سيكسيون تاعو. هادي قبل انا نبدا خلاص. دونك حاجه الاولى اللي نبدا بها هي لا باج داكو، من بعد سيكسيون 1 2 3 4 حتى لا سيكسيون الاخرى خلاص. دونك كل كور يختلف على كور واحد اخر. لي سيكسيون هادو كل واحد كيفاش يعني يحب يديرهم، كاين اللي يدير لي سيكسيون بزاف، كاين اللي يدير لي سيكسيون شويه. دونك الحاجه الاولى لازم نديرو هاد لاباج باش نحطو لورغانيزاسيون تاعنا قبل لا نبداو خلاص سير اوبال. مثلا لاباج داكاي لازم اين ايماج ديسكريبتيف دو تاي ريدويت، يعني تكون ايماج تعبر على الدرس تاعي كامل، مع بريف ديسكريبسيون، مع لي بيبليك سيبل. هادو يكونوا في لاباج الاولى. بعدها لا سيكسيون اون عندنا كاين لي يبدا بصالون دو شات ولا اسباس دو كومونيكاسيون،
كاين اللي بدا بريزونطاسيون دو لوتير، دونك يحط فيها لي زانفورماسيون دو كونتاكت لي ديسپونيبيليتي و ليو و يعني المعلومات اللي يقدر يحطها باش تواصلوا معاه الطلبة. كاين اللي يحب يدير دوزيام سيكسيون يديرها صالون دو شات، حط فيها لو فوروم اي لي دونك كاين اللي يحب يدير لا سيكسيون دوزيام يديرها اسباس دو كومينيكاسيون يعني للتواصل، يكونوا فيها لي صالون دو شات يكونوا فيها لو فوروم. دونك المنتديات هنا لي صالون دو شات، بعدها لا سيكسيون 3 يجيو لي زوبجيكتيف. هنا لي زوبجيكتيف تاع الكور كامل، دونك كاين طريقة كيفاش نحطو لي زوبجيكتيف تاعنا، لازمنا لي فيرب داكسيون، دونك هذا كل شفناه في يعني في لا فورماسيون. باغ اكزومبل لي مو راح نستعمل كوناتر يعني يعرف كومبروندر يفهم ومن بعد ياناليزي ومن بعد ايفاليي اكسترا، يعني لي مو تاعي راح نستعمل لي مو هادو لي فيرب يعني داكسيون. لي زوبجيكتيف جينيرالمون يكونوا يعني يكونوا يعني بيان ديتيرميني، يكونوا كلير، ماشي نحط برك نحط برك هكاك، لازم يكونوا عندي لي زوبجيكتيف بيان ديتيرميني كلير نت اي بريسيز. بعدها لي تيست ولا لي بري روكي لا سيكسيون وحدها، دونك انا علاه ندير لي سيكسيون هكا نكثر لي سيكسيون باش من بعد نقدر نطلق للطالب يعني لا سيكسيون اللي نحب يشوفها الطالب نعطيها له، سينو كون نديرهم كل في سيكسيون وحده راح يعني يشوفهم كل مع بعضها، دونك انايا نافيشي بالوحده. هنا لي بريروكي كاين اللي دي كل اللي ما عندهمش دي بريروكي، ما عندوش دي بريروكي يعني اي واحد يقدر يقراه، دونك لي بريروكي ولا كونيسونس بريالابل المتطلبات القبليه. كاين اللي يديروا دي تيست دي بريروكي يعني يشوف تراش هذا الطالب متمكن من هذوك لي بريروكي اللي يعني يعني اللي شرط لازم يكونوا، ولي بريروكي هادو ما يكونوش بزاف، بيسك واحد يقرا مثلا لي بريروكي قام 10 ولي زوبجيكتيف زوج، ما لازم نعرف هادو كامل باش نتعلم زوج حوايج، دونك لي بريروكي كون نسيبو نقصوهم خلاص. وكاين في لا سيكسيون 4 تبع لي بريروكي يدير رابيل، يعني ميم ما يقدرش يدير هذه نديرلو رابيل يعني نذكرو فيها. بعدها يجي لو بلون، لو بلون جلوبال يعني سومير لا طاب دو ماتيير. هنا من الافضل يعني ملاحظه نمدها ديما انو لا باج الاولى تاعنا لا باج داكاي كون نصيبو ما نشارجيوهاش بزاف، نديرو دي باج خلاف يعني كي نكليكي يفتح لي دوتر باج باش لا باج تاعنا ما تكونش سيو شارجي. دونك هنا في لا سيكسيون 5 نحط لو بلون جلوبال يعني دي غون شابيتر برك، والداخل ندير نكري اي باج ونحط فيها البلون ديتايي يعني التفاصيل يكون تفتح كليكي عليه يتفتح في دوتر باج. هنا نجي خلص لي سيستيم تاعي دونتري لو سيستيم دابرونتيساج جينيرالمون يكونو فيه لي شابيتر تاوعي مع لي زاكتيفيتي لوكال، دونك نقدر نحطلو ايماج تعبر على شاك شابيتر مع لي زوبجيكتيف يعني لهنا تاع الشابيتر وحدو، كي اللي ما عندوش يعني ما كان له يحطهم كامل يقدر يحط غير لي زوبجيكتيف جلوبال. وعندنا دي ريسورس، لي ريسورس هادو جينيرالمون دي فيشي سوا بي دي اف سوا سكورم سوا ويب سوا بابي، مي يعني لو بلو يوتيليزي و لو بلو افيكاس سي لو فورما سكورم، بيسك عندو ميزات انو ان تيليشارجابل يعني ما نقدروش نتيليشارجيوه، تاني حاجة يخلي لا تراسابيليتي يعني اي واحد يقدر يتصفح هذا لو فيشي يخلي لا تراس تاعو، ونقدر ندير فيه دي تيست يعني دي تيست رياكتيف يعني ليتيديون اي ريبوندي او مام طون تخرج له لا كوريكسيون او مام طون، ماشي كيما يعود فيشي بي دي اف دونك جامد، دونك دي كيستيون اي ريبوندي وعاود يديبوزيهم سور لا بلاتفورم، دونك هنايا يعني يكون يعني ماهوش يعني حاجه اكسيسيبل يعني كيما سكورم.
وثاني كاين حاجة جينيرالمون نديرو دي تيست ولا دي زاكتيفيتي لوكال، يعني بور شاك شابيتر. هنا كل شابيتر نديرو بسيكسيون، مثلا ستة هو الشابيتر الأول، سبعة هو الشابيتر الثاني، وشاك شابيتر راح يكونوا فيه هاد الأشياء. دونك لي زاكتيفيتي لوكال دي تيست دي كويز، يعني سو فورم سكور، سواء نديرهم في الأوبال ونجيبهم، سواء نديرهم سور موديل، يعني لي دو بوسيبيليتي نقدر نديرهم. المهم يكونوا عندي دي زاكتيفيتي لوكال. بعدها لا سيكسيون يعني اللي تجي بعدها هي دي سيكسيون دو تيست دو سورتي. هنا كاين اللي يحب يدير تيست دو سورتي وكاين اللي يحب يدير تيست فينال. يعني لو تيست فينال سي ليفالياسيون فينال. هنا ليفالياسيون جينيرالمون لا ميثود ديفالياسيون قادرة تكون بار يعني دي زاكتيفيتي باغ اكزومبل سانكرون، يعني بالشات قادرة تكون يعني لي فوروم، قادرة تكون دوفوار، قادرة تكون يعني دي اوتو ايفالياسيون، سا ديبو دي ميني بروجي دونك دي زيكسبوزي. وبعدها تجي لا سيكسيون الاخرى اللي هي لا بيبليوغرافي ولا دي ريفيرونس، نحطوهم جينيرالمون باش نقدروا يعني نحافظوا عليهم. فوالا هذه لا فيش لازم نديرها قبل، دوك نديرها قبل نورغانيزيها وحدي يعني سور بابي ونشوف. يعني سي با اوبليجي باش نكون عندي لا ميم فورما هذه، مي ركز برك على لي سيكسيون تاعي. دونك نحسبهم هنا، قال باغ اكزومبل عندي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السته، الى عندك دو شابيتر صافي 6 7 7 بلس يعني هنا 8 9 10 فوالا 10 سيكسيون. بعدها كي نكمل من هاد لافيش نروح لابلاتفورم تاعي، ندخل هنا نحوس على لو كور تاعي. دونك تلقاوه بالاسم تاعكم، دونك نشارشي على لو نو تاعي كور. دونك فوالا عندي اسباس هنا كليكي عليه، بعد ما كليكي عليه راح تجيني هاد لاباج. لاباج هذه يعني اي واحد يخش ليها. دونك الخطوة الاولى كيما قلنا نروحو لي بارامتر. دونك لاباج داكي، لاباج داكي وين نلقاوها؟ نلقاوها في البلوك ادمينستراسيون. بلوك ادمينستراسيون نحوسو عليه، بلوك ادمينستراسيون، بلوك ادمينستراسيون كاينة بارامتر، نكليكيو على بارامتر. أتمنى أني قد وفقت في الشرح. إذا كان لديكم سؤال يترك في التعليقات. في الفيديو القادم إن شاء الله سنتطرق إلى نشاط آخر من نشاطات وضع الدروس على المنصة. يسعدني اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد حصري قبل الجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.